السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 13. هنتكلم عن الريفولف والريل ريفولف. أولا ده أكسس، نتخيل ده أكسس، وعايزين هذا الكيرف أو الأرك يلف دورة كاملة اللي هي 360 درجة ببساطة شديدة، من السوليد، من السيرفس ريفولف، ستارت أوف أكسس، إند أوف أكسس، وهنقول إن هو فول سيركل. طيب ممكن ما يكونش باين، لكن هيبان في الشديد. ده كده دار دورة كاملة حول الأكسس. هنا برضو سيرفيس ريفولف، هنبدأ من هنا وهننتهي هنا في نقطتين. خلي بالنا ان هنا مش الكيرف مش ملاصق تماما للأكسس، عشان كده هنقول ان في فول سيركل. و لو وصينا هنلاقي فعلا من هنا الكيرف مفتوح، لكن من هنا متبب كالتالي. طب في ايه حكاية الريل ريفولف؟ هو مش لازم الكيرف يكون يلف دورة كاملة. هنتخيل ان ده كيرف، فالاول نعمله جوين، هنختار هذا الكيرف، هنختار السيرفس ريل ريفولف، الريل كيرف، هذا هو الريل كيرف. هنبدأ من هنا هننتهي هنا، وده بالنسبة لنا هو الريل ريفولف. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد، وبكده يبقى لنا درس وانتهي من هذه الدورة التدريبية.